مرحبا. ما تقولولي الإنسان مش غريب بتفكيره. منطلع بالتاكسي لا منعرفه ولا بيعرفنا، منقله وين نحن رايحين، وعنا ثقة إنه هالإنسان لو ما كان شوفير شاطر ما عنده تاكسي، منوثق فيه على العميانة. منطلع بالباخرة شي ذاته، بالطيارة نفس الشي، ما منعرف مين هو القبطان وما إلنا حق نسأل عنه، بس في عنا ثقة انه هالقبطان رح بيوصلنا للمحل يلي نحن رايحين عليه. كلمتين على الماشي بدها تقلك اليوم، ومنوثق بالشوفير وبالقبطان وباشخاص كتار بحياتنا من دون ما نعرفهم، وما منوثق بحياتنا بالرب يلي منعرفه ومنعرف انه هو مدبر حياتنا وهو محورها، بس منلتجي لإله لما كل يلي وثقنا فيه انخزلونا والدنيا سكرت بوجنا، ومنقله يا رب نجينا خلاصنا بين ايديك، منشوفه فاتح ايديه حتى يستقبلنا.